السلام عليكم كوتش محمد الذهبي اللي مدوزنا فورماسيون ديال بريباراسيون فيزيك كادري بار كوتش وائل دازت صراحه دون مانيير سيونتيفيك كلشي داز مزيان كنشكرو كوتش وائل على لي زيفور ديالو وتبارك الله عليكم شكرا السلام عليكم عبد الله الشاكير بطل بنزينك اسافي بطل دولي في رياضه الكيوان الحمد لله حضرنا هذه الفورماسيون اليوم كان عندنا الفيزيك البارح كان عندنا التيوري داكشي داز مزيان اشراف الاستاذ وائل والحمد لله نتمنوا كل شيء يكون استفاد وكل شيء يكون بخير وعلى خير لكم الحمد لله داز فورماسيون زوينه مع الكوتش وائل الحمد لله استفدنا من بزاف ديال الحوايج ما كناش عارفينهم وزدنا الرصيد المعرفي ديالنا السلام عليكم وائل بن طالب بريباراتور فيزيك كونسيير نوتريسيون اي كوتش سبورتيف ا كازابلانكا ولد مدينة اسفي صراحة جي تري كونتون من لو نيفو ديال الناس الوعي ديالهم الاستقبال ديالهم وكذلك الاحترافية ديالهم الناس فاجئوني اليوم البارح في النظري بأسئلة اللي صراحة الله في قمة التعمق وفي أسئلة كذلك اليوم في داخل حلبة ميدمار كنشكرهم بزاف ربما كنت كنقول بأن عندي غير فورماسيون واحدة في اسفي مي كنظن بأن اسفي مدينة اللي باغا دائما دورات تكوينية وناس الله يعمرها دار الشباب تبارك الله ما شاء الله عليهم كنوعدهم ان شاء الله بدورة تكوينية في المدرب بيرسونال ترينر ان شاء الله ديسي دو موان ان شاء الله.